يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بمرجئة الفقهاء؟ وهل هم ما المراد بمرجئة الفقهاء؟ وهل هم من أهل السنة؟ نعم، مرجئة الفقهاء هم أهل الكوفة، فقهاء الكوفة أو بعض فقهاء الكوفة، ومنهم الحنفية، ومنهم الحنفية. الحنفية من أهل السنة، لكن في هذه المسألة، في هذه المسألة خالفوا أهل السنة، وإلا هم يقرون بتوحيد الأسماء والصفات، ويثبتون هذا، ويثبتون القدر، ويثبتون، فهم عقيدتهم عقيدة أهل السنة، لكن في هذه الجزئية خالفوا أهل السنة، فسموهم مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة. نعم، لأن المعتزلة والجهمية ما هم من أهل السنة. نعم.